راجيف، هذا ما رح يتركني بالمرة. ألو، خير؟ شو بدك مني كمان؟ لا اطمن، ما بدي منك شي بنوب، بس أنا رح قلك اسم طباخة الهند الجديدة. عن جد؟ شو اسمها؟ المتسابقة يلي طعمت أكلة سحرتنا أنا وياك، وكمان سرقت قلوبنا، مهك. مهك؟ ايه اسمها مهك، وهي يلي طبخت فطاير الجبنة. مهك. كانت تعي ساعديني شوي، علقت ايدي. تعرفي هذا القميص الجديد ما انه مريح ابدا باللبس، مو هيك؟ بتضلت على ايدي. هذا مو قميص جديد، هذا نفسه القديم. بعرف بعرف، بس انا كنت عم حاول خليكي تضحكي شوي. اضحكي لو سمحتي، ابتسمي يا حلوه. عمو فنجان الشاي هاد رح يخليها تبتسم وتضحك، حطيت لها قرفة. تعرضت لكل هاد بسببي أنا، مامي بهدلتك وزعجتك كتير. بكفي مرت عمي، لا تحكي هيك، لا بقى تبكي مشانه ولا تعملي هيك بحالك كرمالي. خلص مرت عمي، انسي كل اللي صار هنيك، اللي عملته أنا عملته كله كرمال إني أساعدك. إذا رح تضلي تبكي هيك أنا كيف رح أقدر؟ بنتي أمك اهتمت فيني كتير، وهي كتير حبتني، لهيك لما حدا بيجرحك ما بتحمل. سامحيني يا روحي. مرت عمي بترجاكي، خلص لا تبكي، بترجاكي لازم تنسي اللي صار. ايه يلا حاجبك هلا، ما بدي اشوف دموعك. ايه انا رايحة اجيب مية ورد مشان عيونك. ضحكي يلا، ماشي يلا ابتسمي. إيه؟ يلا ضحكي مشان يلا 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 يلا. بكفي بكي بنتي. عفوا فيك تجيبي لي معك فنجان شاي تاني؟ لاني خلصت لها. اكيد رح ابعت لك يا مامو هيد. لا ايمت بدك تضلك تبكي؟ ولا مره بكيتي هالقد؟ ها غدي؟ لا بلا، متأكد إنه بامي رح تمرض من كتر الحازوقة. هذا من كتر ما حكيت عليها. شو بهيك عم بمزح معك؟ وأخيراً راجيف، من بين كل هالنسوان اللي شفناهن لقينا البطلة تبعنا. ممتاز. صدقني شوريا، أنت ما كنت هنيك. كيف ما كنت؟ كنت. أنا قصدي إنه أنت رحت قبل ما نعلن اسم الفائزة. أنت ما شفت يلي أنا شفته. البنت يلي ربحت بالمسابقة ما اجت تستلم الجائزة، تخيل؟ مو معقول شو مخلصة لمدام بامي. يمكن هي كان بدها تبهرك، وهي على الأغلب نجحت باللي بدها اياه. على كلين أنا عندي شغل وأنت قاعد عم تضيع الوقت. شوريا أحياناً كتير أنت بتلاقي الأحسن من ولا شيء. نحن كتير بحاجة منافسة مثلها لمسابقتنا. ايه انا رح لاقي هاي البنت، هي هلا بتشتغل بمطعم صغير على جنب الطريق.
كتير منيح. هلأ حدا عم يشتغل بمطعم صغير مثل هاي البنت بشو ممكن يفيدنا؟ ممتاز، بالتوفيق. حلو. لازم تعرفي شي، بنتك ما بتفهم غير بأمور المطبخ وبس. شوفي، أول شي جيتي وقسيتيني وانتي عم تخبي وجعك عني؟ لا، انتي برأيك اني كنت قاسية شوي بالحكي مع بامي؟ يعني اللي عملته صح؟ مرت عمي، انا قريت مرة انه الواحد ما لازم يهتم بتفكير العالم كلهم، لانه العالم بينزعجوا من اي شيء. نحن كتير احترمناها لبامي، بس مع هيك هي غلطت كتير معنا بالحكي وضايقتنا. جاي على بالي روح هلأ وطالع كل عصبيتي فيها. قولي فورا، قولي كل اللي بيخطر ببالك. كيف؟ بدك تحاكي شي؟ شو عم تحكي؟ استني شوي، شو عم تعملي انتي؟ شو بدك تعملي؟ رقم تليفون الأرضي بتعرفي شي؟ ايه، امسكي لشوف. بس لشو؟ مهيك انتي شو عم تعملي هلأ؟ مسك التليفون. ايه؟ وحاكيه هلأ. ايه؟ وهذا المنديل حطيه على السماعة وهيك بيتغير صوتك وما بتعرفك. شو شايفتيني؟ صار لك شي انتي؟ مرت عمي وثقي فيني وخدي التليفون. ما فيني اعمل هيك شي. صدقيني انتي رح تصيري احسن بكتير. لا تحكي معي مثل الاولاد. ايه؟ مرت عمي استني شوي، عن جد انتي رح تتحسن كتير صدقيني، بوعدك. عن جد؟ عميرن؟ ألو؟ أنت وحدة؟ اسمين كتير؟ مين؟ وأنت شو دخلك مين يلي عم يحكي؟ قولي شو مفكرة حالك أنت؟ يا بشعة سمعتيني؟ مين أنت؟ بتعرفي جاي على بالي أضربك كف. أنت كيف تجرأي بتحكي مع مين هاي؟ معقول تكون كانتا؟ لا 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 لا، كانتا ما بتسترجي تعمل هيك. كانت على شوي رح تعرف انه انتي كانتا. ايه نسيت حالي. حاسة حالك احسن؟ ايه. يلا روحي نامي فورا، عندي شغل كتير. مهيك؟ فيني ارجع احكي مرة؟ مرحبا. أهلين، مشغولة؟ لأنه طولتي لرديتي. آسفة ما انتبهت، كنت رح نام. آسف، خلص لكان، نحكي بعدين. لا لا، أنا منيحة، منحكي هلأ. ما في مشكلة. شو رحتي عملتي؟ وين؟ قصدي بدلهي. ليش؟ أنت كنت هنيك؟ إيه؟ بصراحة أنا هلأ شفت الصورة تبعك. حلو، معناته إنه أنا وأنت كنا بنفس المكان. صح.
شو هالصدفة الغريبة؟ بتمنى إنه يكون الوقت يلي قضيته هنيك أحسن من وقتي أنا. مو كتير بصراحة، ما كان بدي ضل أكتر هنيك، لأنه كانوا كلهم رح يحكوا علي. معقول؟ طيب وأنت شو؟ يمكن كان يومي أحسن بشوية صغيرة. بتعرفي شو هو أحلى شي بصداقتنا أنا وأنتي؟ إنه ما منعرف بعض، بس هلأ صرنا أصدقاء قراب. بتعرفي الصلة بين اتنين غريبين هي أحياناً بتكون حلوة كتير، أما إذا بيعرفوا بعض وقتها بتصير صعبة شوي. هذا رأيي طبعاً. شو؟ على ما يبدو يومك كان سيء كتير. يا أنسي يلا روحي نامي، لأنه أنا مشغول كتير بكرة. تصبحي على خير. مو مشكلة، وإنت بخير. وإذا ما نمت فوراً فيك تاخد حليب وعليه شوية كركم وقرفة.